السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المعلمة هبة من أكاديمية الميقات الإسلامية. سنبدأ اليوم بشرح الوحدة التاسعة بعنوان الأخلاق الحسنة، حيث تضمنت هذه الوحدة مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة التي تدل على عمل الخير، حيث تعرض هذه الأحاديث قيماً وأخلاقاً عامة يجب أن يتحلى بها الإنسان، وفيها دعوة إلى عمل الخير. فسنبدأ بداية في الحديث النبوي الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. معنى مظلمة عمل جائر يطلب منه حق عند من ظلمه، والمادة اللغوية هي ظلمة. التحلل أي بمعنى التخلص، ومادتها اللغوية حلل. حمل أي بمعنى ألحق به، ومادتها اللغوية حمل. عنوان يتحدث هذا البيت ويدعو إلى ضرورة التخلص من ظلم الناس، أي من كانت له مظلمة لأخيه، أي من ارتكب فعلا جائرا، والفعل الجائر هو الذي يتضمن حقا من حقوق العباد كالتطاول على عرضه، أخذ ماله، أو اغتيابه إلى آخره. فليتحلله. ماذا نقصد بيتحلله؟ أي يجب أن يتخلص منه اليوم. لماذا؟ لأنه سيصل إلى يوم لن يكون هناك فائدة لدينار أو درهم. فإن كان لديه حسنات أو أعمال صالحة أخذ من حسناته بقدر مظلمته، وتوضع في ميزان صاحب المظلم أو من وقع عليه الظلم، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم ووضعت في ميزان الظالم. إذن تخيل أن هذا العذاب الذي سيأخذه هذا الإنسان بسبب المظلمة، حيث أنه يظنها أنها هينة، لكن الله سبحانه وتعالى لا يعفو عن حقوق العباد إلا إذا طلب الإنسان أو الظالم المغفرة والعفو من الشخص المظلوم. إذن يجب أن يتخلص الإنسان من ظلم الناس فيطلب العفو عنهم، فإن أخذ مالا مثلا يرد المال المأخوذ، وإن اغتابه يجب أن يطلب العفو عنه، لأنه إن لم يتخلص من المظالم في الحياة الدنيا سيأخذ المظلوم حقه في الآخرة. نحن نعلم أن في الحياة الآخرة سيرد الحقوق أو ترد الحقوق إلى أصحابها، فسيؤخذ من حسنات الظالم وتوضع في ميزان المظلوم، وإن لم يكن للظالم حسنات أخذ من سيئات المظلوم ووزعت في ميزان الظالم. الآن العبرة المستفادة من الحديث الشريف: ضرورة التخلص من الظلم والابتعاد عنه. الفكرة الرئيسية: أهمية رد الحقوق لأصحابها قبل فوات الأوان. من كانت له مظلمة، كانت مظلمة له، هكذا تقدير الكلام. كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح، ومظلمة اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة، وهو اسم كان مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة، وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب خبر كان مقدم. لأخيه لام حرف جر، وأخيه اسم مجرور، هنا أخ من الأسماء الخمسة، فتعرب اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. فليتحلله، هنا اللام لام الأمر، يتحلل فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون، والهاء
فاعل ضمير مستتر، ولها ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. اليوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وقبله أيضا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أن لا يكون أن حرف مصدري ونصب، ويكون فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة. إن كان له عمل صالح، أن هنا جاءت أداة شرط، كان فعل الشرط، أخذ جواب الشرط. إذا فعل الشرط الجملة الفعلية كان، وجواب الشرط الجملة الفعلية أخذ. كان له عمل صالح. كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح، وله شبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب خبر كان مقدم، وعمل اسم كان مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة، وصالح نعت مرفوع علامة رفعه الضمة. أخذ وحمل، هنا نجد أنها أفعال مضمومة الأول مكسورة ما قبل الآخر، فهنا الأفعال مبنية للمجهول. أخذ وحمل فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح. وإن لم تكن له حسنات، كذلك الأمر، له شبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب خبر تكن مقدم، وحسنات اسم تكن مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة، لأن لم تكن فعل مضارع ناقص مجزوم علامة جزمه السكون. من سيئات صاحبه، من حرف جر، وسيئات اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف، وصاحبه مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف، والضمير الهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. وهنا ما تم مناقشته. ننتقل إلى الحديث النبوي الشريف الثاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم، فلو يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. موسر أي بمعنى غني ميسور الحال، ومادتها اللغوية يسرا. المعسر أي بمعنى الفقير، ومادتها اللغوية عسرا. ممن كان قبلكم أي بمعنى من الأمم السابقة، ومادتها اللغوية كان وقبل. وأحق أي بمعنى أولى وأجدر، ومادتها اللغوية حق. الآن شرح هذا الحديث النبوي الشريف: حوسب رجل، أي أنه وقع عليه الحساب يوم القيامة. فلم يوجد له من الخير شيء، أي لم يجد، أي من الأعمال الصالحة التي وجدت في ميزان أو في حساب هذا الرجل، إلا هنا أداة استثناء أسلوب حصر يسمى أنه كان يخالط الناس. يخالط الناس أي بمعنى يساعدهم ويعاونهم، حيث أنه كان موسرا أي بمعنى كان غنيا، وكان يأمر غلمانه أي من يعمل عنده أن يتجاوزوا عن المعسر. يتجاوزوا أي بمعنى أن يعفو ويسامح. عن من؟ المعسر، عن الفقير. فقال الله عز وجل أنه أنا أحق بهذا العفو، لذلك تجاوزوا واعفوا عن هذا الرجل. فالله سبحانه وتعالى عفى عنه مكافأة وجزاء له، لأنه كان يساعد الناس ويعينهم ويلبي حاجاتهم. يبين الحديث أهمية عمل الخير، حيث أنه قد يكون سبباً في تخليص الإنسان من الذنوب والآثام يوم القيامة. فهذا الحديث النبوي يضرب مثل رجل تحدث عنه رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام أن الله حاسبه يوم القيامة، فلم يجد عنده شيئاً من الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله، إلا أنه يعفو عن الفقير ويتصدق عليه ويلبي حاجته، فقد عفى الله عنه جزاء لإحسانه وتيسيره على الناس. العبرة
الخبرة المستفادة من الحديث العفو عند المقدرة. الفكرة الرئيسة الخلق الحسن يسمو بصاحبه عن العذاب. استخرجي من الحديث أو سنتم مناقشة هذا الحديث، وبعد ذلك ننتقل إلى الاستخراج. سنبدأ بالمناقشة اللغوية. حوسبة فعل الماضي المضموم أوله مكسور ما قبل الآخر، نجد أنه فعل مبني للمجهول. إذا حوسبة فعل الماضي المبني للمجهول مبني على الفتح. رجل نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. من من زائد من من هنا الأولى من الأولى اسم مجرور، ومن الثانية بمعنى الذي اسم موصول. كان قبلكم فلم يوجد، فلم يوجد لم حرف جزم، يوجد فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم علامة جزمه ماذا؟ السكون. فلم يوجد له من الخير شيء، يوجد شيء، فشيء هنا تعرب نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إلا أنه أن حرف توكيد ونصب، والضمير الهاء ضمير متصل مبني في محل نصب اسم أن، والجملة الفعلية كان يخالط الناس في محل رفع خبر أن. كان فعل الماضي الناقص مبني على الفتح، والاسم هو مستتر يخالط فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، وفاعله مستتر، والناس مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، والجملة الفعلية يخالط الناس في محل نصب خبر كان. إذا نوع الخبر جملة فعلية. وكان موسرا، كان الرجل موسرا، كان فعل الماضي الناقص واسمه مستتر، وموسرا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، فخبره هنا جاء مفردا. وأيضا كان يأمر علمانه، خبره الجملة الفعلية يأمر، عفوا يأمر غلمانه، غلمانه مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والضمير الهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. أن يتجاوز، أن حرف مصدري ونصب، يتجاوز فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة، فينصب فعل مضارع منصوب علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فعل. نحن أحق، نحن ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، وأحق خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. وبذلك الباء حرف جر، وذلك اسم إشارة مبني في محل جر بحرف الجر. تجاوزوا، تجاوزوا نوع أو زمن الفعل وفعل أمر اتصل بواو الجماعة، ففعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة، وأيضا واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. وأيضا لدينا أسلوب بلاغي أو محسن بديعي، وهو الطباق بين موسر ومعسر، بينهما طباق الكلمة وضدها موسر أي بمعنى غني، ومعسر أي بمعنى فقير. وهنا عزيزاتي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة. مع السلامة.